جولتنا الثقافية والفنية رح نذكر بأبرز مواعيد المهرجانات، ورح نبدأ مع مهرجان ليالي كفر عقا يلي بيفتتح فعالياته مع الفنانة كارول سميحة ب 24 آب وب 25 آب الفنان فارس كرم. نسمعه. فوق المتر و70 طاقة برديت قبرنا ديتا هالحلوين يا ريتا، فوق المتر و70 طاقة برديت قبرنا ديتا هالحلوين ناخد الليل عبيت غلغل بقلبي شوي لانه دقيقة العصبية فوزي منا وحدة بتحيي من بعدها تقبرني ولا تقبرني دياتها العلوين ويا والله قايد جمال طاق برديد قبرنا إلا رقة ودلال يا والله قايد جمال إلا رقة ودلال يا عيونها ذبحة غزال. منتابع وبمناسبة عيد الأضحى أمسية فنية بشمال لبنان بمعرض رشيد كرام الدولي بطرابلس بيستضيفه من خلال الفنان جورج وصوف. موعد هالسهرة مع الفنان جورج وصوف في السبت 25 الشهر. رح نتابع مع أخبارنا ومننتقل إلى مهرجانات غسطة، ومثل كل سنة غسطة بتعطينا موعد مع أمسيات فنية منوعة ومميزة. الفنان راغب علامة رح بيكون ضيف مهرجان غسطة ب 24 آب. علمتيني أحب الدنيا، علمتيني أحب وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب. علمتيني أحب الدنيا، علمتيني أحب وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب. يسهر قلبي لك، علمتيني أبو وياكي يسهر قلبي خدي قلبي طاير بهواكي، خدي أكتر من القلب خدي قلبي طاير بهواكي، خدي أكتر أكتر من رح نتابع مع أخبارنا ضمن فعاليات مهرجان الكرمة بزحلة دعوة إلى حضور مسرحية رح تحمل عنوان باب الزمان، مسرحية غنائية استعراضية بطولة بريجيت ياغي ومجموعة من الممثلين، موعدها على مدى ليلتين ب 23 و 24 آب 8:30 بالبارك البلدي بزحلة. كفي يا زمان
باب الزمان، مسرحية غنائية راقصة بطولة بريجيت ياغي ومجموعة من الفنانين، تعرض في البارك البلدي في 23 و 24 آب الساعة 8:30 ضمن مهرجانات الكرم السياحي. تباع البطاقات في أنطوان أونلاين، لاتور كسارة، وودن بيكري زحلي. منتابع مع أخبارنا و مننتقل إلى مهرجانات إهمج اللي بتفتتح فعالياتها اليوم ب 16 شهر مع الفنان ملحم زين، الجمعة بكرة مع الفنان نصيف زيتون، السبت 18 آب مع راغب علامة، والأحد 19 آب مع الفنان معين شريف. متابع مع أخبارنا وأيضا ضمن المحطات مهرجانات زحلة الدولية اللي افتتحت فعالياتها امبارح مع الفنان قاسم الساهر، رح بيكون في له أمسية تانية الليلة كمان ابتداء من الساعة 9 المساء، وبتختتم الفعاليات ب 17 شهر مع الفنان جيما نوكيا وأبو. نسمع من قاسم الساهر. مهرجانات رشيا بتجمع بين الكوميديا والمحطات الموسيقية، أول محطة رح بتكون بختام هذا الشهر 31 آب مع ستاند أب كوميدي، رح تجمع فؤاد يمين، جنيد زين الدين وعباس جعفر، وختام المهرجان بواحد أيلول أمسية فنية مع الفنان سعد رمضان. كامل الأوصاف فني، العيون السود خدوني من هواه رحت أغني. هيك بنكون عم نختم جولتنا على المحطات الفنية، رح ننتقل عن جوال ونعرف أكثر عن أحوال الطرقات. معنا المشغل قليل لبكي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. صباح الخير، كيفك اليوم؟ الحمد لله. تفضل. نبلش من المدخل الجنوبي، عندنا حركة مرور ناشطة من المدينة الرياضية، بتكمل باتجاه جسر الكولا، بلش ضغط السير من جسر الكولا، بتكمل باتجاه النفق وصولا إلى الوسط التجاري، حركة مرور كثيفة. أما على المدخل الشرقي عم تشهد عندنا حركة مرور ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزة، بتكمل باتجاه السيات ناشطة وصولا إلى الكارانتينا، حركة مرور ناشطة إلى طبيعية. المكمل من السيات باتجاه جسر العدلية عم تكون كمان حركة مرور ناشطة إلى طبيعية باتجاه الأشرفية. عنا حركة مرور طبيعية على مستديرة العدلية. عنا حركة مرور كثيفة من تقاطع عصقص باتجاه بشارة الخوري. من البربير باتجاه الكورنيش المزرعة عم تكون حركة مرور ناشطة باتجاه عبد الناصر وصولا إلى كورنيش المزرعة. عندنا حركة مرور ناشطة من تقاطع برج الغزال باتجاه تقاطع برج المر، بتصير كثيفة على تقاطع برج المر باتجاه الحمرة. عندنا حركة مرور طبيعية من عين المريسة باتجاه حمام العسكري. أما المدخل الشمالي عم تكون حركة مرور كثيفة من بي الفهود، بتكمل باتجاه جل الديب كثيفة، بترجع بترتاح من جل الديب باتجاه نهر الموت، حركة مرور ناشطة، بتكمل ناشطة باتجاه الكارانتينا وصولا إلى الصيفة حتى الوسط التجاري، حركة مرور ناشطة. أما حوادث السير تسجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية 12 حادث، للأسف قتيلين و13 جريح، مخالفات السرحة 931 مخالفة. للاستفسار عن أي طريق ممكن الاتصال على 1720، تويتر @TMC لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري. أوكي، يعطيك ألف عافية، نحن بكرة بنحكيكم. بريك جديد بحلقتنا ومنرجع. ما منرجع؟ إذن بعد ثواني منتوقف مع بريك. يلا.